الإنسان تعبان، تعبان الإنسان تزوج لازم يكون مدني. ضرايب فواتير، سكرتيرة المدير سر كبير غريب. ترى بيزيد لنا بيزيد العربي. والله أنا ما دخلني ما دخلني ما دخلني أنا. صلاح هنا شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من هدول؟ من انت؟ يو انا سميحه شبك. مين سميحه؟ لك سميحه مرتك شبك صلاح. سلاما قول من رب الرحيم. يا لطيف على شوف هيري شفتها يا لطيف. طيب خلص حبيبي اهدى اهدى وسمي بالرحمن. شو ظاهر كنت شايف لك شي منام تقيل ما هيك؟ تقيل وبس؟ قولي فيلم رعب بالمعنى والافكار، مسلسل مكسيكي من كتر مو طويل. طيب قوم حبيبي قوم غسل وشك والحقني على ارض الديار، القهوه جاهزه تحت. يلا قوم انا سابقتك. ايه صلاح احكي لي لشوف. شو بدي احكي لي؟ المنام اللي كنت شايفه. اعوذ بالله شو احكي لك يا هالمنام بالذات ما بينحكى لحدا ابدا. بقى الله يرضى عليك يا سميحه، انسي تماما ولا تذكريني فيه، لا من بعيد ولا من قريب، بيكون احسن. اوف، وليش ما بينحكى بقى؟ هيك، من غير ليش. ومن امتى كنت تخبي علي اللي بتشوفه بمنامك؟ صدقيني يا سميحه، انا ما تعودت خبي عليك شيء، بس هالمنام بالذات ما بينحكى. ولك افهميني مشان الله سميحه، عم اقول لك ما بينحكى منو؟ شيء؟ معناها في شيء. ايه طبعا في كل شيء. ايه وشو هالشيء بقى؟ أرجوك يا حبيبتي سميحة، والله العظيم ما بسترجع أحكي، بقى لا تضغطي علي وارحمي أعصابي إذا كنتي بتحبيني مشان الله. أصبح أكيد المنام عني. لا لا، شو دخلك أنتِ؟ أنتِ بعيدة عن الموضوع بعد السماء عن الأرض. شوف لا تطول وتقصر وتفول لي دمي صلاح. أكيد المنام عني، أنا واثقة إنه المنام عني، أنت أكيد شفت بمنامك إنك تجوزت وحدة تانية أصغر مني وأحلى مني ولا وحشني أنا ولادي ببيت أهلي بعرف. ولك سميحة لا يروح فكرك لبعيد. يا خسارة يا صلاح. هلا هي آخرتها معك؟ شو عليك؟ ماشي الحال، عمال وكتر لقلك، عمال وكتر، بس تعرف مو الحق عليك، الحق علي، أنا اللي تعرفت لك الحق. طولي بالك يا سميحة، ليش خطفتي الكباية من راس الماعون؟ أقسم لك إنه هالمنام مو عنك. لا تقسم، لا تقسم ولا تعذب حالك، لأني ما رح صدقت شو ما عملت. طبعاً، أصلاً أنت من زمان هافة نفسك على ما تطق لك جوازة تانية، نسيت؟ نسيت يا سيد صلاح كيف كانت عيونك مبارح 10/10 على فيلم الزوجة الثانية؟ لك شو دخل الفيلم أنت الثانية؟ اسمع صلاح. فتح عينك هالقد، انا ما بسمح لك ابدا انك تشوف هيك منام مره ثانيه وانا موجوده عندك بالبيت. ها ولا والله والله بحمل حالي وبنت على الاولاد وبحرد لبيت اهلي وما فرشي كل شيء طول عمري. ها فهمت ولا ما فهمت؟ وين وين استاذ صلاح؟ استاذ صلاح لك رد علينا خذ نص الغله شبنا. اسف كثير ابو حمدي ما انتبهت. صباح الخير. صباح الخيرات والليرات. خير استاذ صلاح؟ شايفك مهموم وشاري. لا لا ابدا ما في شيء. ايه بس شايف وشك سالت وعيونك منفخه، شو مالك نايم امبارح؟ ايه والله يا ابو حمدي نومتي امبارح كانت مكركبه شوي. خير خير بالصلاه على الرسول، بس ما تكون موجوع وممغوص، حاكم المغص بهالايام صاير سعر. لا لا حبيبي ما كنت لا موجوع ولا ممغوص، كل ما هنالك اني شفت منام مزعج. خير خير تعال شرب كاس الشاي واحكي لي على هالمنام، حاكم انا حجه بتفسير المنامات. لا ابو حمدي لا حبيبي شو احكي لك يا هيك منام ما بينحكى ابدا، ما بينحكى ولا بشكل. وليش ما بينحكى بقى؟ معناتها المنامة شايفه علي مبينة. لا حبيبي مو عنك، ايش هو شايفني كتير متشردق فيك لحتى اشوفك بمنامي؟ شوف استاذ صلاح، إذا شايف بمنامك إنه عصيت بالبيت وبطلت تعطيني إياه، هي بعيدة عن أسنانك. أنا البيت بدي إياه من هون لآخر السنة، ويكون بمعلومك إنه قانون الأجار الجديد لصالح المالك، بقى فهمك كفاية. وصدقني أنا عند وعدي يا أبو حمدي، والبيت رح سلمك إياه متل ما اتفقنا. لاني من هون لشهرين زمان رح استلم بيت بالجمعيه، بقى لا تحكي الهم. يعني مو هذا الموضوع اللي شفته بمنامك؟ لا سيدي مو هذا. لكن شو شفت خبرني؟ يا رب 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 يا
أنا بدي أحكي. الشاور مو نظيفة وحارتنا ضيقة والفساد لحق مباريات الدوري. الحكومة مالي مبسوط إن الحكومة كتير وصايد محسوبيات رشاوي. شو بو صلاح؟ شو بيعرفني؟ شو صار له زمان على هالحالة؟ من أول ما وصل. ليش غلطة دي معهم؟ استاذ صلاح؟ ولك في بقى المدير العام؟ استاذ صلاح؟ صباح الخير. شو؟ مين اللي نايمهم؟ هذا الأستاذ صلاح سيدي. يا سلام على المنظر. في أبي؟ فيك؟ إيه؟ لك حلو عني بقى حلو. عمره ما كانت الحكومة حبيبتي ولا عشيقتي. تركوني بدي أحكي اللي بدي إياه. نعم شو؟ في أستاذ؟ إيه؟ عيب عليك فيك؟ سيد المدير عفوا دخيلك عدم مؤاخذة. شو؟ هو نايم شو فاتح لك قلت نحن؟ عيب عليك؟ هيك قدام الموظفين والمراجعين نايم وعم تشخر؟ عفوا أستاذ أنا بكرر أسفي وخجلي وندمي وبوعي. بس هذا الحكي بتحكيه عندي بالمكتب. روح غسل وشك والحاني يلا. حاضر أستاذ. الله يصلحكم. ليش عملتوا فيي؟ ليش ما فيقتوني؟ حاولنا نفيقك بس حضرتك ما كنت تفيق. صحيح وبالعلامة بس لك كثير بس أنت كنت غاطط بالنوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ناقصني مصايب أنا؟ اسمع يا أستاذ صلاح، إذا بدك تقلي إنك عم تشتغل شغل إضافي على ميكرو أو على تاكسي أو على بطيخ مبسمير وعم تتعب كتير وما عم تلاقي وقت لتنام فيه، فأنا ما بقبل هيك مبررات منوب. وإذا بدك تقلي إنك متخانق مع مرتك أو مع حماتك وإن أولادك شياطين وشاقين الأرض وطالعين وما عم يخلوك تعرف تنام، كمان ماني مستعد اسمع هيك مبررات. عفوا استاذ، القصة وما فيها اني امبارح ما كنت اقدر نام. يعني قلقان؟ وليش قلقان بقى؟ لا ابدا استاذ، بس بصراحة كل ما غفلت عيني شوي عم شوف منام مزعج. خير ان شاء الله، وشو هو هالمنام اللي ما خلاك تنام طول الليل بقى؟ صدقوني منام مزعج، ما بتمنى يشوفه ألد أعدائي يا سيدي. فهمت مزعج فهمت، بس شو هو؟ عدم المؤاخذة استاذ، والله ما بقدر احكيه. وليش بقى؟ لأنه ما بينحكى. شلون يعني ما بينحكى؟ قصدك فيه هيك ولا هيك يعني؟ لا أستاذ أعوذ بالله، نحن كبرنا على هيك شغلات. لكان شو هو؟ عفوا أستاذنا، يا ريت تعفيني، والله ما بقدر أحكي والله. معناتك أنت شايفني بمنامك لحتى مالك مسترجي تحكي ما؟ لأنك ببساطة بتكرهني، وهالشي مبين بعيونك، ومن نظراتك إلي مبين. أعوذ بالله أستاذ، ما عاش اللي بده يكرهك. قسما بالله العظيم إني بحبك من صمصوم قلبي من جوا. يفضح حريشك شو كذاب، كل موظفين الدائرة بيكرهوني وما بيطيقوا يسمعوا باسمي وكأني أكل مال أبون. بقى ليش لحدا تحبني أنت؟ ليش؟ بالعكس أستاذ، بالعكس تماما. اسمع صلاح، إذا كنت شايف بمنامك إنك عم تسبني وعم تتطاول علي وتحكي عني حكي طالع نازل، فأنا ما بسمح لك أبدا وممكن عاقبك كمان. استاذ انا اذا كنت شايف بمنامك اني طرد من محلي او احالوني على التفتيش او لحشوني بالبيت وحطوني تحت تصرف الوزير وحطوك بمحلي، فهالشي بعيد عن اسنانك كتير، لاني مثل ما بتعرفوا جميعا انا مدعوم ومسنود ومدبر حالي من فوق. وبحب طمنك اني لزقان بهالكرسي وما رح اتزحزع عنه ابدا. سيدنا الله يديمكن على هالكرسي ويخلي لكم اياه ولا يحرمكم منه يا حق. على كل حال انا هلا رح اكتفي بخصم يومين من راتبك، واذا رجعت وشفت منام وقح مره ثانيه رح تكون عاقبتك وخيمه كثير. فهمت؟ تفضل يلا على مكتبك. حاضر استاذ امرك. ها؟ مرت عمي عنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا. شو هالمفاجأة الحلوة؟ قسما بالله يا مرت عمي. عود بلكونك. لا يا مرت عمي، ليش عم تحكي؟ هلا أنا هيك؟ أنا مكونك؟ لا.
هات لشوف احكي لي شو هالمنام اللي شايفه وما عم تقبل تحكي قدام حدا. حتى انت يا مرت عمي بالظاهر كثير لامك مو هيك؟ وليش لحتى ما اقول لها امي هي ولازم تعرف كل الاعيبك ولا شو فكرني مقطوعه من شجره؟ شوف صلاح اذا كنت شايفني بمنامك انه انا متت وانت طالع بجنازتي فهالشغله هي ما رح مرق لك يا همنو. رح اخذ الاولاد وبنتي وروح على بيتي وكل منا يروح بحال سبيله. طولي بالك مرت عمي طولي بالك مو لهالدرجه. معناتها مزبوط. شفتي شلون يا سميحه طلع حزري بمحله؟ وينك انت من زمان بتتمناني انه موت بس ما رح افرحك ما رح افرحك. طق قاعده على راس قلبك وان شاء الله الله بيجعل يومك قبل يومي يا حقود يا لئيم. روحوا عنا يا انا فايت نام احسن شيء. ايه طبعا لك بدك تفوت تنام منشان تشوفني مره ثانيه بالمنام ميته وتطلع بجنازتي. شو عليه انا فرجي. انت متاكد من هالحكي اللي بالتقرير؟ طبعا سيدي. وما قدرتوا تعرفوا شو شاف بمنامه؟ لسه ما حكى لحدا بس اكيد في شيء مخالف للقانون. طيب يا ابني لك نروح اعمل له استدعاء وخليه يجي لاعرف شو قصة. حاضر سيدي. شو رقم الفرع قلت لي؟ الفرع 14. عفوا شو يعني فرع 14؟ بايش مختص؟ بالمنامات والاحلام. المنامات؟ ليش صار عنا في فرع للمنامات والاحلام؟ اي طبعا تفضل. يا سبحان الله. وقع لي هون. وين هون؟ هون فوق. يا اهلين. اوعى تاخرها. لا لا اعوذ بالله معقول يتاخر؟ يا اهلين وسهلين وحبتين. الله معكم مع سلامه. اهلين بالشباب الطيبه. ايه يا سيد صلاح هات لشوف خبرنا. قال شايف منام مكركب. عفوا شو عرفكم سيدنا؟ لا هاي ما بريده منا. شو نسيت انك بفرع المنامات والاحلام وانه نحن منقدر نعرف كل واحد فيكم بشو عم يحلم؟ يعني عرفتوا شو شفت بمنامي سيدنا؟ طبعا عرفنا بس بدنا نسمع منك. قال من تمك احلى يا كحلة. سيدنا الله وكيلكم ما شفت شي غلط. لكن ليش ما بدك تحكي؟ بصراحة يا سيدنا يعني محرج شوي. شو محرج وما محرج؟ بدك تعترف بالزو ولا شلون؟ بشو بدي اعترف سيدنا؟ بالمنام اللي شفته. سيدنا والله ما بعرف يعني منامه مخربط شي من الشرق شي من الغرب. طيب بسيطة نحن بنعرف شغلنا. حتى الفيش يا ابني. حاضر سيدي. أنو فيش؟ فيش الكهرباء. ليش بدكم تحطوني على الكهرباء يا سيدنا؟ أنو كهرباء هاي؟ هالوسائل بالاستجواب بطلت بكل أنحاء العالم. هلأ طالعوا وسائل أحدث منا بكتير. شو طلع بدالة؟ شو طلع بدالة؟ طمني يستر عرضك. انتظر شوي هلأ بتشوف بعينك. شو ناويين تعملوا فيه يا سيدنا؟ لك اسكت بقى خلص العبش وبصلتك محروقة. سيدي مشان الله شو راح تعملوا؟ اقول لك شبك مقطوع على الباب خلاص لا تخاف. شلون ما بدي خاف يا سيدنا؟ خلاص صلاح حاجتنا اترك العنصر يعرف يشتغل. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سلمت امري للباري عز وجل. يا رب يا من رحمتك وسعت كل شيء ارحمني أنا عبدك الفقير إلى مرضاتك الحقير أمام عظمتك. أنا المعتر المشنطط المنيل على عينه بستين نيلة لا أسألك رد القضاء ولكنني أسألك اللطف فيه يا رب العالمين. سيدي وصلت الصورة للكمبيوتر. سيدي مشان الله فهموني شو هاد. حتى إذا متت موت موتة العارف مو موتة الجاهل. هلأ راح نشوف المنام يلي شفته من يومين. عفوا سيدنا شلون بدكم تشوفوا المنام يعني؟ هلأ راح يطلع هون على هالشاشة.
الوضع العام متزمر. شو جنيت انت؟ ليش قطعتني معي يعود عود وحاجه بقى تحتد وتنفع البر طعم يعود. انا كاشفك وبعرف عنك كل شيء. شو بتعرف عني بقى؟ احكي. مناقصه قطع التبديل، انت اللي مشيتها للشركه الاجنبيه وقبضت عليها $20,000 وحطيتهم بجيبتك. لجنه المشتريات عم تقاسمهم وتحاسبهم بالنص 50-50. شو مجنون انت ولا مختل؟ أنا عندي بهالمصنف كل الإثباتات ضدك. أولاً أنت حرامي مرتشي ومتسلق، ثانياً أنت انتهازي ووصولي ومسيح جوخ، وفوق الهاب خطك حلو ونازل سنخ تقارير بهالموظفين على أبو جنب. دخيلك يا أستاذ صلاح، وطي صوتك، هل أحدا بيسمعك؟ وإذا سمعوني يعني أنا بدي أخرب بيتك. لا لا دخيلك، داخل على عرضك، استرني الله يستر عليك دنيا وآخرة، شو بدك أنا بسوي؟ اشلاح من رجليك وامشي حافي واسبقني على ابو يلا تمام؟ ايه هذا عيني. يلا خلصني بلا نياطه. كان يشلح هالجيل؟ لك يلا بقى! انتعوا ايدك. امشي. استاذ صلاح ما لقيت غير المدير العام تبعك ترفعه فلا؟ سيدنا منام. الله وكيلك منام، يعني حلم افلام اضغاص افلام اضغاص احلام. بسيطه خلينا نشوف شو في كمان. كما اننا سنسعى جاهدين لتامين كافه المستلزمات الضروريه لرفض القطاع الصناعي. إن هذا القطاع الصناعي ولك يا جماعة هذا المسؤول عم يخرط علينا، عم يلعب بعقلنا. شايفينه هاد يلي قاعد عم ينظر على التلفزيون وعين الله عليه؟ هذا عنده قصر بالصبور وفيلا بيعفور وبناية بالمزة وثلاث بيوت بضيعته وعنده رصيد سري ببنوك برا، وهلا أولاده ناويين يفتحوا شركة رصيدها 150 مليون ليرة. بقى من أين لك هذا حبيبي؟ من أين يا مرضي الوالدين؟ معقول؟ عجز الحكي؟ وشو عرفك انت؟ لك يا جماعة اصحوا منيح، انتبهوا، اطلعوا شو عم يصير حواليكم. حامل خطة بقلب الشنطة وراح نفذها ب16 آب. كذاب والله العظيم كذاب. عندي دراسة كثير حساسة فيها بوظف كل الشباب. كذاب والله العظيم كذاب كذاب والله العظيم كذاب والله العظيم كذاب كذاب. انت بتعرف مين هالمسؤول يلي كنت عم تحكي عنه انه كذاب وعم يخرط؟ نعم سيدنا بعرف. هي بسيطة، كل شيء بحسابه. لمين هاي السيارة ولك؟ لا
لمين يعني للبابا؟ وشو بشغل ابوك انت؟ يعني ما بين بالسياره شو بشتغل؟ مسؤول فوقاني. مسؤول فوقاني؟ ايه. ولك بلا فوقاني بلا تحتاني. ايش عم تبرق؟ هي السياره من تستعب. فهمت ولا ما فهمت؟ ها تعطيني اوراقك لشوفها. ليش مين انت شو بدك بالاوراق؟ ايه عم تتوقع كمان ولك؟ خير يا مواطن، شو القصة؟ شايف هذا اللي واقف قدامك؟ ايه ابن مسؤول هاد، وكان راح يدعسني بالسيارة. أعوذ بالله، وإن شاء الله ما صار لك شيء؟ لا الحمد لله ما صار لي شيء. ولك بدي أفهم، إمتى بدنا نخلص منكم بقى؟ لك ريته وجع قلبي ولا قلبك يا أستاذ. تفضل. شراب من طاسة الرعبة. لك ريته صحة وهنا. تعال معي لشو تعال. إذا بتحب يا مواطن ترفع عليه دعوة، شرف معي على المخفر. لا مالي فاضي مستعجل، انتوا تكفلوا بالموضوع. طيب مثل ما بدك، بس يا ريت تصادروا سيارة الشعب احسن ما تضل واقفة بنص الطريق. ايه خلاص خدها انت، انت مو من الشعب؟ مبلا لك من وين؟ اصبح لك كان روح دور فيها دورتين بعدين جيبها على المخفر. شرف معنا، شرف امشي. سيارة الشعب ما هيك؟ سيدنا منام؟ الله وكيلكم منام. منام بسيطة، خلينا نكمل. ممتعد ما هيك؟ سيدنا منام، الله وكيلك منام، ويلي بياكل وبينام ما له منام. بسيطة. مرحبا أخي. أهلا وسهلين. أنت صلاح طبشورة؟ ايه انا. ايه شرف معنا. لو بدي شري شو لوي لعنا على الفرع. وشو بدي روح اعمل عندكم بالفرع حبيبي؟ ولا شي، فنجان قهوة على السريع. ايه لا لا حبيبي معليش، اشربها انت، مو جاي على بالي انا القهوة، بتعمل لي عصبي. هلا لا تتبارد علينا وشرف معنا، خلصنا. ايه على عيني بمشي، بس اولا انتو معكم مذكرة رسمية بإلقاء القبض علي؟ لا ما معنا. ولك لكان شلون جايين تقتادوا مواطن من نص بيته دون ما تبرزوا مذكرة رسمية؟ بتعرف انت وياه اني بقدر اخرب بيتكم هلا؟ مشان الله ما تواخذنا استاذ، نحن العبد المأمور، وشو بيطلبوا منا مننفذ، ويمكن نسوا يعطونا المذكرة. تفضل انت وياه بالعلاك مصدي، تفضل بلا ما ترود، ويا ويلكم اذا بترجعوا مرة تانية وبتدقوا هذا الباب بهالاسلوب الهمجي. طيب اخي ما في مجال تتكرم علينا وتجي معنا؟ شي؟ لك شو ما تفهم عربي انت وياه؟ طيب عفوا استاذ، نحن قلت لكم تفضلوا بلا مطرود. يلا يلا من هون، يلا اطلع. على الله. شو يا استاذ صلاح، مبين اويان عصا كتير. سيدنا منام، الله وكيلكم منام. منام يا سيدي شروي غروي. على كل بكفي لهون، نحن أخذنا فكرة كافية وافية عن مناماتك. سيدنا الله وكيلكم أنا مالي ذنب، يعني بتعرفوا سيدنا الواحد صعب يتحكم بمناماته. بجوز، بس هيك منامات ما بتجي من فراغ. شو قصدك يعني سيدنا؟ يعني لو ما كنت عم تفكر فيها بساحة اللاوعي تبعك، ما كان عقلك الباطن أفرز هيك مشاهد. سيدي أنا لا تبرر، لا تبرر نهائيا، أنت مدان والغلط راكبك من راسك لرجليك. بعدين هيك أمور خطيرة ممنوع تفكر فيها أو تحكي فيها أو حتى تشوفها بأحلامها. سيدنا دخيلكم أنا غلطت ومنكم سماح، والعفو يعني دائما مشيها بالكرام، وأنا بوعدكم وعد صادق حر أني ما أشوف هيك منامات مرة تانية طول عمري. بالعكس بوعدكم يا سيدي ما نام طول عمري، ومثل ما بيقول المثل لا بدي نام بين القبور ولا بدي أشوف المنامات الوحشة. شوف يا صلاح،
انت حتى تكون مواطن صالح لازم تبيض صفحتك وتلمع صورتك عنا. شلون سيدنا؟ دلوني بترجاكم. يعني باختصار لازم تشوف ملاماتك على كيفنا نحن مو على كيفك انت. حلو كتير عظيم يا سيدي، انا جاهز وبتمنى يحصل معي هالشي. بس المشكلة يا سيدي كيف ممكن اتحكم بمناماتي؟ مو مشكلة، هذا شغلنا نحن، نحن منتحكم فيها. انتو سيدنا؟ طبعا، شو بفتكرنا قاعدين هون عم نكش دبان؟ شوف يا صلاح، انا رح ساعدك وحولك لمواطن صالح غيور على المصلحة العامة. طيب وانا من ايدكن هي يا سيدي لايدكن هي يا سيدي. يا فؤاد اعطيني شريحة الكترونية من عندك. شرف سيدي، يعطيك العافية. شايف هالشريحة يا صلاح؟ هي شريحة الكترونية متطورة جدا جدا، وصينا عليها خصوصي من اليابان، وهي مبرمجة بمعرفتنا واكيد رح تفيدك كتير. وشو بدي اعمل فيها هي يا سيدنا؟ بتلف على راسك قبل ما تنام وبتستعمل 4 لـ5 أيام وبعدين بترجع لنا اياها. عفوا، وشو بتعمل هي يا سيدي؟ خلاص قلت لك رح ترتاح. وينك يا ابني؟ نعم سيدي. خده خليه يوقع على وصل باستلام الشريحة. حاضر سيدي. طيب سيدي انا خالص هيك يعني؟ خالص، بس لا تنسى تجي لعندي بعد 4 أيام. لا 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 ما بنسى، كتر خيركم، فضلتوا على راسي يا سيدي. سلام عليكم. مع السلامة، الله معك. تفضلوا يا سيدي، وهي شريحة. واستفدت منها؟ ايه والله يا سيدي استفدت، وكتر الله خيركم فضلتوا على راسي. وما عاد شفت أحلام ممنوعة؟ يحرم علي يا سيدي، يحرم علي. طيب هلا بنشوف. وصل له هالكهرباء على راسه وشغل لي هالأجزاء. حاضر سيدي. مرحبا عمو، الحمد لله على السلامة، إن شاء الله ما تكون ارتعبت حبيبي. لا ما ارتعبت؟ لمين هي السيارة حبيبي؟ لبابا. للبابا؟ شو بيشتغل البابا؟ مسؤول. مسؤول؟ لك يقبر عظامي يا حق على هالخلفة. أمانة سلم لي عليه كتير أمانة، قل له في مواطن اسمه صلاح طبشورة بياخد خاطرك وبيسلم عليك. ماشي. حلوة السيارة، تتهنى فيها، حلوة بس صغيرة عليك شوي، ما هيك؟ إن شاء الله مرتاح بسواقتها عمو. مو كتير. طيب ليش ما بتقول للبابا يغير لك ياها حبيبي؟ قال بس انجح الصف التاسع بغير لي ياها. اروح إن شاء الله بتنجح لكان، ربي ينجحك وتكون من المتفوقين، يطعمني ولا يحرمني يا حق. إلهي سيدي ومولاي، تنظر بعين العطف والرحمة لهالطفل البريء هاد وتنجحه للصف التاسع يا رب، وتسدد خطى والده الكريم وكل المسؤولين يا رب يا أرحم الراحمين. عظيم عظيم، يبدو أنه النتائج مرضية. إيه الحمد لله، 100,000 الحمد لله يا ربي.
أهنيك من أعماق قلبي يا أستاذ صلاح. فعلا العلاج نجح 100%، وهلأ صرت تقدر تفتخر بأنك مواطن صالح، وصرت تقدر تنام قرير العين هانيها وتشوف أحلام سعيدة. كتر خيركم يا سيدنا، هذا كله بفضل حرصكم على الصحة النفسية والعصبية لكل المواطنين. ولو يا أستاذ صلاح، هذا واجبنا. طيب يا سيدي، بقدر أمشي هلأ أنا؟ طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة. الله يخليك. بثق تماما بأنه أبوابنا مفتوحة ليلا نهارا لكل المواطنين، وهدفنا فقط أنه نحقق الأحلام السعيدة لكل الناس. الله معك. شكرا. حالي تعباني شو حال دائر ولا حال ولا قوة إلا بالله. ضيع الطاسي الوزارة الوزارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو هالمنام اللي شفته؟ أعوذ بالله. شو رأيكم؟ روح راجعون ولا استنى حتى يطلبوني؟ لأنه على ما يبدو بعد ما طبت رجعت انتكست. صارت معي شغلة، أنا جاي لعندك على الطريق أخرتني شوي. خير، شو هالشغلة بقى؟ بعدين بحكي لك، تعبان هلا مالي فاضي. بطلب لك أرجيلة؟ لا لا لا، ما جاب علي أرجيلة. طمني شو صار معك مشان الشغل؟ على حطت إيدك ما صار شيء. لك شلون ما صار شيء؟ مو على أساس دبرت ورشة جيلي بلاط؟ مزبوط، بس السعر اللي دفعوه قليل كتير، ومو محرز الواحد يقاتل مشانه. ولك أخي منيح، منيح شو ما كان السعر هلا منيح، مو أحسن من قعدتنا هيك عطالين بطالين لا شغلة ولا عاملة. شو يعني أنت حابب تشتغل ببلاش؟ وليش بلاش بقى؟ لأنه الجماعة عندهم شقة 120 متر. قديش بدهم يدفعوا على المتر؟ ما دفعوا أكثر من 50 ليرة، يعني الشقة كلها على بعضها يا دوب 6000 ليرة. شو بقى من 6000؟ ما عاد يعجبوك؟ ثلاثة إلك وثلاثة إلي. لك شو نسيت إنه ما ندفع أجرة الجلاية حوالي 2000 ليرة؟ مزبوط والله. يا سيدي 4000، 2 إلك و2 إلي. لا حبيبي ما حزرت، ما رح يبقى لكل واحد 2000 ليرة صافي. وليش بقى؟ لأنه اللي دبر لي الورشة بده كوميسيون لجيبته 2000 ليرة. يعني من كل هالورشه بقي 2000، 1000 الي و1000 الك. بقى انت عندك استعداد تشتغل 5 ايام ورا الجلايه مثل الحمار مشان 1000 ليره؟ لا والله مالي مستعد. العمل ايش هيك مسكره بوشنا من جميع الجهات؟ لك هي بالحساب صار لنا 6 شهور قاعدين شبين كل واحد مثل اللوح. خليها لله يا سعيد، وما بخفي عنك اني مليت تماما ورح تطمن هالقصه. الله وكيلك، لولا المساعدات الغذائيه والتموينيه اللي عم تجي من بيت حماي كنت مت من جوعي. شو مفكر لكان؟ اي قسما بالله عم تمر علي ايام ما معي حق ربطه خبز. خلص ماهر، من شان الله لا تشكيلي ببكيلك. على الأقل أنت الله بعت لك بيت أحمى زراف عم يساعدوك شوي. روح شوف البيت الأحمال اللي عندي أنا، بدل ما يساعدوني ندفع قاعدين عالي علي. لك عم بصرف عليهم يا رجال أكتر ما عم بصرف على حالي. وبعدين سعيد شو الحل؟ هيك بدنا نضل قاعدين مثل الأرامي اللي عم نندب حظنا؟ يعني شو طالع بإيدنا نعمل وما عملنا؟ ما ضل باب شغل بوشنا لو دقينا. مزبوط. لا، واللي بيهر إنه أنا وياك في بإيدنا مصلحتين ثلاثة، يعني المفروض يضل شغلنا ماشي ساري كل السنة. آخ، بس إلا ما تفرج. أي سعيد، قلت لي إنه في شغلة صارت معك بدك تحكي لي إياها. إيه مزبوط مزبوط. بس ماهر هلا أنا جعت كتير، خلينا نروح ناكلنا شي لقمة نظيفة بشي مطعم ظريف ونحكي على رواق. مطعم؟ ومن إمتى أنا وياك كنا نروح على المطاعم؟ شو يعني حرام نقعد بمطعم محترم مثل الخلق والعالم؟ خلاص يعني انكتب علينا الشقة والتعطير طول عمرنا؟ لك أخي ما اختلفنا، بس من وين المصاري؟ أنا معي مصاري، لا تاكل هم. معك مصاري؟ إيه نعم. من أيمتى لك سعيد؟ لتكون دبرت شغل وعم تشتغل لحالك وأنا ما عندي علم. ها؟ لك قوم ناكل هلا بعدين بنحكي. طيب شرف، وينك؟ بما إنه معك مصاري ادفع حساب الطاولة. على عيني وراسي. شرف. إيه سعيد؟ ما قلت لي، من أين جبت المصاري؟ اليوم أنا وجاي لعندك على القهوة، كنت مستعجل، فماشي بسرعة وعم بتلحوش من شارع لشارع مثل الأهوج.
وصلت على إشارة كانت حمراء، جيت بدي أقطع قلبت بدقان، قلت لحالي بركي بلحق وصل بالمطير خضراء، وفعلا ما كذبت خبر، مشيت أنا مشيت من هون، مشيوا السيارات من هون، المهم لحقت حالي. بس قبل ما أوصل نكشتني سيارة برجلي وقعتني على الأرض. شو هالحكي؟ وإن شاء الله ما صار لك شيء. لا ما صار لي شيء. مالك شايفني مثل القرد قاعد قدامك؟ رعبتني. بس النافع مو هون. لك صاحب السيارة ما حل عني إلا أعطاني 2000 ليرة. 2000 ليرة؟ وليش لا يعطيك 2000 ليرة؟ لك شلون ليش لا يعطيني؟ حبيب قلبي أنا حياتي تعرضت للخطر. هلا أنت حياتك تتعرض للخطر؟ أعلم الله أنت مثل القطط بسبع رواح، لك يضرب حظي شو معبتك. يعني حرام تضربني سيارة مثل ضربتك وأخذ لي 2000 ليرة أتشبرق فيه. ولك ليش أخي ماهر؟ ليش لا تنطب حظك؟ خلص ملحوقة بإذن الله ملحوقة. ملحوقة؟ شلون يعني ملحوقة؟ يعني هي الشغلة إجتنا على إيديها ورجليها. إذا لعبناها صح قسما بالله لنقبر الفقر أنا وياك. سعيد شبك وضح، والله ما عم بفهم عليه. شوف حبيبي، من اليوم ورايح بننزل أنا وياك على هالشوارع وبنلتحش قدام هالسيارات وبناخذ لنا اللي فيه النصيب. شو رأيك؟ بس مو خطرة هالشغلة؟ لك خطرة ما اختلفنا. بس يعني أنا شغلة مو خطرة؟ وقفتنا ورا الجلاية مو خطرة؟ بلا خطرة. بقى الواحد بده يخاطر له شوي مشان هاللقمة. ما في شيء بيجي من الهواء. طيب أنا جاهز. إمتى بتحب نبلش؟ إمتى ما بدك؟ من بكرة الصبح إذا بدك. اتكلنا على الله. بعيونك. والمهر؟ أنا برأيي نبلش دغري على الحارك. يلا جاهزين. بس ما بعرف مين بده يبلش، أنا ولا أنت؟ والله أنا برأيي تبلش أنت. أنت صار عندك خبرة بهيك شغلات. عمي خلينا نعمل قرعة. معك طيب. خمسة؟ ايه معي خوت. هات لشبا. طرة ولا نقاش؟ طرة. اخس. دورك. زيل. وين؟ من على الزاوية من هنيك دغري. شرف يلا. اجت سيارة، رح زد حالي تحلق. شو تزد حالك؟ ولا تزد حالك غير قدام تاكسي، طول بالك شوي، لا تواخذنا معلم. ليش شو فيها؟ لك هدول ما بيطلعوا عن القرش. بعدين برجوهم عريض بدك تعلقنا معهم. استنى شوي لما تمر لك شي سيارة مهزة. هي سيارة. يلا. يلا جهز حالك. يلا يلا. عامل حالك عم تقطع الشارع وزد حالك. اوكي يلا. عم بقول لك انطلق. يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة روح. يلا. خير؟ خير يا اخ صار لك شيء؟ طمني ان شاء الله ما صار لك شيء. الله يسامحك يا مدام، لك شلون هيك دعستي؟ لك لولا لطف الله كنتي فعستي فعس. الله وكيلك انا ما دخلني، ما لقيته غير نط قدامي مثل العفريت وما عرفت ليش نط. نط؟ يا ام الشباب. يا معلم. صار لك شي حبيب؟ ظهري عم يجعلني كتير يا جماعة. ظهري. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعرفي مدام؟ يمكن كسر ظهره وصار بده سيخ معدني. سيخ معدني؟ تخيلكم، تخيلكم طلبوا لي الشرطة والإسعاف بشان الله بسرعة. شرطة وإسعاف؟ ولي على قامتي، منين جتني هالمصيبة أنا؟ يا شباب ساعدوني هلا نحمله على سيف. عملكم عملكم ها، ظهره وظهره يمكن مكسور. ظهري يا شباب. واحد اثنين ثلاثة. عملك. لحظة هاتوا نبشوا. يلا حنين. فيك تعطينا الموبايل تبعك شوي؟ ليش شو بدك يا؟ بدنا نحكي مع شرطة والإسعاف. شو بدنا نكتب ضبط؟ ضروري الضبط؟ طبعا ضروري الضبط، مالك شايفه شلون عطبطيها الزلمه؟ ايه بس مو الحق علي، هو نط قدامي مثل القضاء المستعجل. والله يا مدام الشرطه اللي بتقرر اذا نط ولا ما نط، لا انا ولا انت. يعني ما بيمشي الحال بلا ضبط؟ معلومك اذا انكتب ضبط رح اتبهدل وانحبس بالنظاره، وهذا الشيء انت ما بتريده. والله يا انسه بدك تنحبسي. يعني هذا قدرك نصيبك، شو بدك تعملي؟ طيب شو الحل برايك؟ شو رأيك ترضي لك يا برشين؟ يعني الرجال شفت عينك معتر وعلى باب الله. بيرضى يا ترى؟ والله يا مدام أنا راح بحكي لك معه، بركي بيرضى. قولي إن شاء الله. يلا يا شباب، يلا كل واحد يروح حال سبيله. يلا ضاعت ولقيناها، ما في داعي للعشرة. يعطيكم العافية يا شباب. نظارات مين هدول؟ يعطيك العافية، شكرا. طمني شو قال لك؟
بهنيكي مدام، الرجال طلع ابن حلال وما طلب منك غير 10,000 ورقة بس. بالله شو؟ شو 10,000 ليرة كتير هيك؟ بالعكس يا مدام، الرجال مراعيكي كتير كتير مثل ما عم قلك. يعني أنا ما بدي أقول قدامه، بس لا سمح الله إذا بده يعمل له هاي صورة شو بيسموها طبقي محوري للفقر الرابع اللي انعطبت بظهره تحديدا، بده 3-4,000 ورقة. هذا إذا ما كان بده سيخ معدني، ب100,000 ما بتكفيه. وأنت شو عرفك إنه بده سيخ معدني؟ بده، شلون ما بده يعني؟ هلا أنت باينتك صعبة وبتحسبيها كتير يا خانوم. خلص مندق للشرطة بتكتب ضبط وبياخدوه على المستشفى، هنيك بيقرروا. لا ما في داعي. خلص أنا رح أدفع له 6,000 ليرة. الله يخليك، روح اسأله بيرضى. آخ يا ظهري آه. ستة شو؟ والله يا مدام ما رضي مثل ما شفتي، بده 7,000. الرجال مراعيكي بثلاثة. هاي 6,000 ليرة، والله ما معي غيره. خلص روح اعطيهم وفرنج واحد ما رح ادفع. خلص يسلموا ايديكي، معوضين. خلص تيسري انت مدام، تيسري. خلص شوفي الرجال كيف عم يشكري. الله معي. هاي 3,000 إلك وهي 3 إلي. نعمة كريم، بس أنت كنت لازم تتوجع أكثر من هيك. لو توجعت منيح كنت أخذت منها 10,000 ليرة هي عم تضحك وبتلعب. خلاص ولا يهمك، المرة الثانية إن شاء الله. روح ندور لنا على شي سيارة ثانية. إيه بس هالمرة دورك. ها لك عمي دوري، بس إن شاء الله نتوفى لنا بشي شوفير ابن حلال. امشي. إن شاء الله، إن شاء الله تجيبوا لي الإسعاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله باين تعب يتوجع كثير. ها يمكن معه كسر متفتت برجله، بده سيخ معدني. قل هو الله احد. سيخ معدني؟ الله يستر يا رب. هذا اذا ما طلع معه كسر بالحوض كمان. بقى اسمع مني ابو الشباب، كساب حالك بال 10,000 ليره، احسن ما تكبر القصه وعلى سين وجيم واخذ ورد، ويمكن يحبسوك لبين ما يتسكر التقرير الطبي. يعني هو قبلان ب 10,000 ليره؟ ايه قبلان. باينته شاب معتر ودرويش وعلى باب الله. وبيني وبينك تحاك بيعبك انه قبل بهيك مبلغ. يا قسما بالله، قسما بالله ما تكون واقع بين ايدين واحد ابن حرام. ما كان حل عنك بقل من 50,000 ليره بالميته. طيب ماشي الحال. امسك هي 10,000 ليره، اعطيها هون وخليه يتعالج. معوضين ان شاء الله. المهم انت استاذ تيسر قبل ما تجي الشرطه. الله معك. يلا بخاطرك. ماسك انت بقى دير بالك تاي مره. ها اي ماشي. مني كيف رجلك؟ شو بدك من رجلي هلا؟ قديش عطاك؟ 10,000. خذ هاي 5 لك وهي 5 لي. نعمة كريم، شلون لقيت لي هالشغلة؟ يا سيدي احلى شغلة، على القليلة احسن من الوقفة ورا جلايات البلاط. قوم لكان قوم، قوم نروح ناكلنا شي أكلة طيبة بشي مطعم مرتب، ندلل حالنا شوي بعد هالتعب اليوم. قوم. ما عاد بدنا نشتغل اليوم يعني؟ لا 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 لا، خلص اليوم حاجتنا بكفي. بكرة من الصبح بننزل أنا وياك على شارع تاني مشان ما نلفت نظر. يلا. شوف على السيارة، جهز لي حالك. يلا والله رزق محرزة. يلا. يلا. ولا الشغلة. حول الله. صار لك شيء؟ ظهرك عم يجعك؟ كل جسمي عم يجعني. دخيلك يا سعيد، اطلب الاسعاف، يمكن كسروا لي ظهري عن جد. طول بالك شوي ماهر، طول بالك. يعني الحكاية بدها اسعاف؟ يمكن
يمكن ظهري انكسر وصار لازمني سيخ معدني. سعيد، قديش بكلف سيخ المعدني؟ لك شو قديش بكلف السيخ؟ يعني بكلف قد اللي اشتغلناه امبارح بشي 6-7 مرات. لا والله اشتغلنا. يا ظهري. يا جماعه اسعاف.